في تصريح خاص لنشرة اي تي في العدالة، قال محافظ الجهراء أنه تحدث خلال لقائه أخيرا مع وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن أهمية عمل مردم للنفايات والأنقاض غير المردم القديم. كذلك طالب محافظ الجهراء بإزالة موقع حراج بيع وشراء السيارات المستعملة، بالإضافة إلى إنهاء سكن العزاب في مناطق الجهراء. اهتمامنا في المطلع لا ينسينا اهتمام في محافظة الجهراء. اليوم محافظة الجهراء عندنا بعض المتطلبات، يمكن بعض الأخوان ناشدوا فيها، بعض المسؤولين، بعض النواب، اليوم عندنا نحتاج، وتطرقت مع معالي الوزير قبل قليل إلى عمل مردم بديل لمحافظة الجهراء، كون المردم الآن إذا تم إنشاء جنوب سعد العبدالله راح يكون المردم في محاذية، ف راح يسبب بعض المشاكل للناس. عندنا أيضا حراج السيارات أو منطقة التحريج اللي هي موجودة حاليا شبه وضع اليد، وعدنا إن شاء الله أن يكون في موقع بديل إن شاء الله على طريق النعايم، يعني حسب ما صرحنا فيه. وأيضا عندنا مشكلة العزاب. مشكلة العزاب اليوم نعاني مثل ما الجميع يعاني. اليوم القانون يسمح لصاحب البيت بأنه يجر عزاب، في النهاية لو يتم الإبلاغ عنه راح يطلع ويفصل التيار الكهربائي، بعد ذلك راح يكون هناك أمر صلح، وراح بعد شهر شهرين يرد التيار، ونفس الشيء حطلع عائلة بس والباقي كله يعني عزاب. هذا يهرق، يعني يتعب العالم، ونفس الوقت يعني لا عاد في حرمة للبيت، ولا عاد في حرمة للجيران، ولا عاد في المنطقة كلها. فإن شاء الله هذه من ضمن الاهتمامات اللي إن شاء الله الوزير يعني إن شاء الله وعدنا فيها، إن شاء الله أن الله يعني يسهلها لنا إن شاء الله، وتكون محافظة يعني خالية من بعض المخالفات، وحنا إن شاء الله نستقبل جميع الاقتراحات والآراء التي تخص المحافظة، وحنا نقوم في واجبنا في خدمة الكويت وأهل الكويت. كان فيه بعض اللقاءات وليست مخاطبات، كانت تجمعنا مع بعض المسؤولين، وكان جل حديثنا عن بعض المعوقات التي تكون في محافظة الجهراء. يعني لو تلاحظ أو يمكن سمعت، كان هناك فيه يوم سكروا الجليب العام كان هناك توجه لشركات النظافة أنها تجي توطن عمالها في الجهراء، ولله الحمد بالتنسيق مع مدير عام البلدية كان اتصال، وأنا كنت موجود في الحدث، خلال ساعتين تم إخلاءهم، أعطاهم مكان تشوينات أنه يحطون عمالهم لأن تنجلي القمة إن شاء الله. فدائما تكون بعض المقترحات وهذا إذا لاقت استحسان بعد ذلك يكون هناك توجه فيها وبدأ في خطواتها.